وقعت هيئة البحرين للسياحة والمعارض اتفاقية لتعزيز التعاون بين دول الخليج العربي في مجال السياحة البحرية وتسويق منطقة الخليج والترويج لها كوجهة سياحية بارزة للسفن السياحية من جميع أنحاء العالم. المزيد عن هذه الاتفاقيات في سياق التقرير التالي. في جناح مملكة البحرين، قدمت هيئة السياحة والمعارض ترويجا للمعالم السياحية والفعاليات بالمملكة، بما في ذلك سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1، كما شهدت المشاركة توقيع اتفاقية كروز أرابيا لتعزيز التعاون في السياحة البحرية بين دول الخليج، مع توقيع اتفاقيات تعاون مع هيئات السياحة في أبوظبي ودبي وعمان. تهدف مشاركة هيئة البحرين للسياحة والمعارض في معرض الاي تي بي للترويج للمعالم والمقومات السياحية في مملكة البحرين. طبعا على هامش المعرض تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للترويج للمنتج السياحي الموحد اللي من خلاله طبعا بيساهم ان احنا نجذب اكبر عدد من السواح. كما أكدت سعادة السيدة سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أهمية المشاركة في المعرض لاستكشاف تطورات السياحة على الصعيدين العالمي والمحلي، وأبرزت أن الفعاليات ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للسياحة بين 2022 و2026 وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية متميزة. أنا من إيطاليا وهي وجهة سياحية مهمة، ولكن المميز في معرض برلين بأننا قادرون على التعرف على وجهات جديدة وشركات جدد، وبالتالي فتح أسواق عمل جديدة لأفاق جديدة وشراكات جديدة، وهي أمور جيدة. من المدهش أن ترى هنا الكثير من الناس من بلدان عديدة، وهو شيء مثير وساحر أن تجد الكثير من الناس يتشاركون المساحة ذاتها في نفس الوقت من كل أصقاع الأرض. مركز البحرين العالمي للمعارض شارك أيضاً في معرض آي تي بي، مع التركيز على تطور قطاع المعارض والمؤتمرات السياحية ذات الصلة في البحرين. شهد الجناح البحريني اليوم الكثير من اللقاءات بين الشخصيات العامة والشركات الخاصة التي تعمل في مجال السياحة والضيافة. سارية مرزوق، تلفزيون مملكة البحرين، برلين.